السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اولاد، اہل و عیال اور مال کے حفاظت کے لیے جو دعا ہے اس کو پڑھنا سیکھیں گے. تو انشاءاللہ سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم الله على ديني على ديني بسم الله على ديني ونفسي ونفسي بسم الله على ديني ونفسي وولدي وولدي وأهلي ومالي وأهلي ومالي وولدي وأهلي ومالي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي.